بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة قصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد تدرج القرآن الكريم في تعليم الناس وفي توجيه الناس وفي انتزاع العقائد الفاسدة والعادات الجاهلية الضارة ومحاربة المنكرات اللي كان عليها الناس قبل الإسلام في الجاهلية. كل ده انتزعوا القرآن الكريم بنوع من التدرج في المجتمع النبوي، وكان هناك برضو تدرج في تعليم الناس العقائد الصحيحة، في تعليم الناس الدين الحنيف، في تعليم الناس العبادات، في تعليم الناس الأحكام والأداب السامية والأخلاق العالية الفاضلة الرفيعة. وأثناء كل ده كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيبين القرآن الكريم وبيفتي الناس، وكان بيفصل بين الخصوم، يعني يقضي في المسائل النزاعات اللي بتكون بين الناس، وبيقيم الحدود صلى الله عليه وسلم، ويطبق تعاليم القرآن الكريم. وكل ده بيتسمى سنة، أقوال النبي، أفعال النبي، تقريرات النبي، كل ده بيتسمى سنة. وكان لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام منهج في التعليم، المنهج النبوي الكريم اللي هو ليه أسلوبه كده، اللي ليه أثر بعيد جدا في تثبيت السنن، سنن سيدنا رسول عليه الصلاة والسلام، مش بس في صدور المسلمين الأوائل، وإنما كذلك في الصدور وكذلك في النفوس. لأن منهج النبوي الكريم في التربية، المنهج النبوي الكريم في التعليم، المنهج النبوي الكريم في التوجيه، المنهج النبوي الكريم في البيان وفي الشرح، كان ليه الأثر الأعظم في حفظ السنة وبقائها بأمر الله تعالى. وابتدأ الأمر ده من دار الأرقم،
اللي في بداية الأمر اتخذها النبي عليه الصلاة والسلام مقر له ولأصحابه الكرام في بداية الدعوة. كانت دار لأحد الصحابة الكرام اللي هم السابقين اللي دخلوا في الإسلام مبكرا، اتخذها النبي مكان معهد يتلقون فيه العلوم والمعارف، أنوار الوحي فيه. كان المسلمون الأوائل بيلتفون في دار الأرقم حول حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام بعيدا عن المشركين وأذى المشركين، يتذاكرون كتاب الله تعالى وهو يعلمهم مبادئ هذا الدين الحنيف ويحفظهم كذلك ما تنزل من القرآن الكريم، ويشرح النبي عليه الصلاة والسلام ويفصل كل شيء، وكل الشرح ده وكل التفصيل ده وكل البيان ده من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام سنة، وفهم المسلمون الأوائل ذلك بأن هذه سنة حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام أو ما كان يعني يوجه إليه، وهي برضو من السنة القولية، أو ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم وتلك سنة النبي الفعلية، أو ما كان يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فيقر ما صنع فهذا من السنة التقريرية، كل ده بيندرج تحت سنة. إذن السنة مع القرآن أول بأول، هي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم، ولا ينكر ذلك إلا مخالف لهذا الحق. بعد دار الأرقم بن الأرقم أصبح منزل رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة هو ندوة المسلمين، يعني هو المكان اللي بيجتمع فيه المسلمون مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لتلقي القرآن الكريم ولتلقي أنوار السنة المباركة، وكلاهما وحي من عند الله تعالى. وبقى منزل الرسول عليه الصلاة والسلام ده معهدهم العلمي، يعني اللي بيلتقون فيه أو بيتلقون فيه، يلتقون ويتلقون فيه القرآن الكريم، وينهلون كذلك من الحديث النبوي الشريف على يد حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان الصحابة الكرام بيحفظوا آيات القرآن الكريم وبيتدارسونها كذلك فيما بينهم، سواء ده كان حاصل في بيوتهم، يعني يقعدوا يذكروا القرآن كده ويحفظوه ويراجعوه ويثبتوا عليه هما في بيوتهم، أو في حاناتهم في أماكن أعمالهم، يعني في الأماكن اللي يمكنهم حتى وإن كانت أماكن عمل يمكنهم فيها الحفظ والمراجعة، يعني ما كانوش بيفوتوا فرصة يمكنهم فيها إن هم يحفظوا ويثبتوا اللي حفظوه، إلا وكانوا يتذاكرون القرآن فيما بينهم. ومش بس بيتذاكروا الحفظ، ده كمان كانوا بيتذاكرون تفسير ما تلقوه من آيات ذكر الحكيم اللي هو شرح وبيان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليهم، زي مثلا ما يرويه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هو بيقول سيدنا عبد الله بن مسعود لما نزلت هذه الآية وهي قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما سمع الصحابة سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول لما نزلت الآية دي وسمع الصحابة الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ يعني مين مننا اللي يعني ما ارتكبش سيئة، ما وقعش في خطيئة؟ هم فهموا الآية على كده، إنه لم يلبسوا إيمانهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هم فهموا المعنى على إنه أي سيئة يعني تخرج منهم، أي مخالفة، أي معصية. فقالوا له يعني يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ مين ده اللي مننا ما كانش فيه منه تجاوز أو وقوع في ارتكاب معصية أو مخالفة أو ف قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، مش زي ما انتوا فاهمين كده، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني الصحابة فهموا أو حملوا معنى الظلم
اللي كان في الآية على عمومه على إطلاقه. يعني أي ما ينفعش تبقوا مؤمنين وتقترفوا سيئات، وحملوا معنى السيئات هنا على إنه ما ينفعش أنتم مؤمنين تعملوا أي سيئة. هم شافوا إن ده مش يعني متناسب مع طبيعة الطبيعة البشرية، اللي من الطبيعي إن هيبقى فيه أخطاء، فشق عليهم الأمر لما سمعوه. عشان كده هم فهموا معنى الظلم هنا على عمومه، يعني وقوعهم مطلقا في أي مخالفة ظلم، فهموا إنه ده ما ينفعش لا تجوز مع الإيمان. ولكن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيّن ليهم إنه ليس كذلك، وصحح لهم المفهوم من خلال النص القرآن الكريم اللي هو بيان الأمر بالقرآن كذلك، بأن الظلم المقصود هنا مش مطلق الظلم، إنما خصصه هنا بأنه إيه؟ هو الشرك. لذلك المعنى ده تم تصحيحه عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان الأمر عن طريق ما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخصيص ذلك المطلق الذي فهمه الصحابة الكرام من خلال النص القرآن الكريم، إن الشرك لظلم عظيم. لذلك كان حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متمشيا جنبا إلى جنب مع حفظ القرآن العظيم من الأيام الأولى لظهور الإسلام، وليس متأخرا كما يدعي بعض من لا يعرف شيئا من العلم. ومع هذا التدرج الطبيعي اللي واكب أمر الدعوة من بدايتها، انتهى تعليم السنة بعد كده في إلى مقر المسجد، اللي أصبح المسجد هو المكان المعهود، وعلى فكرة لقرون بعد كده، لقرون بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إنه المسجد هو الجامع والجامعة وهو المعهد العلمي وأنه مكان العبادة. استقر إنه المسجد ده هو شعلة النشاط، القيام بالشعائر وكذلك بالعبادات وتعليم العلوم. فانتهى الأمر إلى إنه المسجد أصبح المكان المعهود للعلم وللإفتاء وللقضاء، إلى جانب إنه هو مكان العبادة وإقامة الشعائر الدينية وغيرها من الأمور. ومع كل التدرج ده في أماكن تلقي المسلمين الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، إلا إنه مش الأماكن المخصوصة للتلقي المباشر للعلم من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو التلقي المباشر لأنوار الوحي من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنها الأماكن الواضحة بس هي اللي بتعلم ده. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر تبليغه عليه الصلاة والسلام في مكان، يعني دي الأماكن اللي فيها مجالس مباشرة لتعليم الوحي الشريف وبيان الوحي الشريف عن طريق السنة المطهرة، لكن برضو النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس لم يحده مكان في المسألة دي، لكن كان كل فرصة كان يستفتى النبي عليه الصلاة والسلام في الطرقات فيفتي، يقابله النبي كده ماشي فتسأله المرأة ويسأله الرجل فيفتيهم، يسأله النبي عليه الصلاة والسلام في المناسبات فيجيب عليهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الأحكام ويبينها ويفصلها ويشرحها في كل فرصة تسنح له ذلك، وفي كل مكان يتسع لذلك. في تجد النبي عليه الصلاة والسلام يجيبهم ويعظهم ويوجههم في وقت السفر، في وقت الإقامة، في وقت الحرب، في وقت السلم. يعني ده بجانب طبعا، يعني أو إلى جانب ذلك، أنه كانت للنبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا في بداية اللقاء أنه كانت ليه مجالس عظيمة جدا وكبيرة جدا بيعظ فيها الصحابة الكرام من وقت لآخر. فإذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام جلس إليه أصحابه الكرام، وحتى بيوصف لنا ده سيدنا أنس رضي الله عنه، بيقول إنما كانوا إذا صلوا الغداء، إذا صلوا بقى صلاة الصبح، قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن. يعودوا يقرؤون القرآن ويتعلمون إيه؟ الفرائض والسنن، السنن اللي هي سنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيان النبي عليه الصلاة والسلام القولي وكذلك في الحياة، ومخالطة النبي الكريم العملي، وكذلك التقرير من حضرة رسول الله عليه
الصلاة والسلام. وإحنا من خلال سيرة المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن خلال سيرة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، بيتبين لنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر مجالسة أصحابه الكرام، يعلمهم ويزكيهم بالأخلاق وبالآداب وبالأحكام اللي ترفع من نفوسهم. وسيدنا ابن مسعود بيقول كان عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. يعني بيقول سيدنا عبد الله بن مسعود إنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خشية أن يمل أصحابه فيتخولهم بالموعظة بين وقت وآخر، يعني مش على طول بيعظهم ويدرس لهم دروس على طول ومواعظ على طول، لا، من وقت للتاني من وقت للتاني، وينتخب الوقت وينتخب الزمان اللي هم يكونوا فيه أكثر استيعابا وتقبلا للعلوم، ولأن هو يلقي عليهم الوحي ويبينه ويشرحه. وكانت طريقته في أنه يعظ شوية وشوية بين الحين والحين، لأن استمرار المعلم في التعليم والتوجيه بالطبيعة البشرية بيدخل الملل إلى نفوس المتعلمين، فبتقل الفايدة من العلوم والمعارف، بتقل فايدة التلقي. وإن ده من الحكمة النبوية، ولأن هذه الحكمة النبوية لها أثر واضح في تثبيت العلم وفي شغف الطلاب بتلقي المزيد، انتهى الحال في العصر الحديث إلى سلوك هذا الطريق في التعليم. يعني هو الآن الطريقة اللي بتستعملها المؤسسات التعليمية التربوية في مناهجها التعليمية، لأنه ده خير طريق لتمكين العلم في النفوس الآن وتثبيت هذه المعارف. وده كانت طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنهج حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم، في التوجيه، في التربية. كمان المنهج النبوي الكريم، كان النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم الكريم صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الناس بيخاطب الناس على قدر عقولهم، مش بيكلم حد فوق طاقته ولا يستخف بأصحاب العقول والفكر، كان بيراعي المخاطبين، فكان بيراعي تفاوت المدارك والقدرات الفطرية والمكتسبة. فتجد أنت ما تيجي تستقرئ السيرة كده وتوجيهات حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطرق وطرائق النبي عليه الصلاة والسلام وأساليبه صلى الله عليه وسلم في التوجيه والتربية والتعليم، تجد أنه تكفي منه الإشارة إلى الذكي واللمحة العابرة إلى الحافظ المجيد، وتجد منه البيان والتفصيل وضرب المثل لمن يحتاج إلى ذلك. وكل ده، كل الصور دي، طرائق دي في تعليم الصحابة مكنت السنة في صدور ونفوس الصحابة مع سطور الكتبة منهم اللي كانت ليهم صحائف بيكتبوا فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك، في فتى جاء للنبي عليه الصلاة والسلام من قريش وراح للنبي عليه الصلاة والسلام، وانت تسمع المروية حضرتك أو حضرتك وإحنا بنسمع هذه المروية، تخيل المعنى ده. تخيل إن في شاب داخل عليك يقول لك إئذن لي في الزنا، واحد بيقول لأبوه، بيقول لمعلمه، داخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله هذا الشاب إئذن لي في الزنا. فأقبل القوم عليه وزجروا، يعني إذن النبي الشاب ده دخل في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام والقوم قاعدين وسمعوا الموقف ده، عشان اللي بيقول إنه هذا العلم لم يثبت إلا في القرن الثالث ده، كل حديث سمعوا مجموعة من الصحابة، وده موقف مروي وشاهده الصحابة الكرام، وحفر في نفس ذلك السائل. أقبل القوم على هذا الشاب وزجروه، اسكت، مه اسكت، انت بتقول ايه، انت في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يزجر، ده شاب جاي بيستأذنه في الزنا،
لكن شوف الأسلوب الراقي، شوف المنهج النبوي الكريم، وذات المنهج ده هو اللي مكن للسنة في نفوس ووجدان الصحابة الكرام مع تمكين السنة في الصدور وفي الصدور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الفتى: أدنه، يعني تعال قرب. فدنا الفتى قريبا من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ النبي يقول له: أتحبه لأمك؟ تتحب الزنا ده لأمك؟ قال: لا، ولا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. طالما أنت مش حابب الأمر ده لأمك، والناس كذلك زيك بالضبط لا يحبونه لا يرضونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. وبعد كده بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له عمته وخالته، ويقول له: أترضاه أو أتحبه لعمتك أو تحبه لخالتك؟ وفي كل مرة يرد الفتى أو يقول الفتى ذات المقالة اللي كان بيرد بيها على النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله جعلني الله فداك. قال فوضع الراوي، يعني بيقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. والدعاء ده اللي بيجد من نفسه ضعف في هذه ارتكاب هذه الفاحشة يقول بهذا الدعاء: اللهم اغفر ذنبه، يقول: اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبه وطهر قلبي وحصن فرجه، ويقول كذلك: وحصن فرجي، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فيدعو بهذا الدعاء. قال الراوي: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، يعني كأنه ما يعرفش الزنا ده ولا يلتفت إليه أصلا، اللي كان رايح يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ارتكاب هذه الفاحشة. اتبع النبي، لو احنا نبص في هذه المروية، اتبع أسلوب جعل الفتى يدرك مدى خطورة أثر الزنا في المجتمع اللي هو عايش فيه، وإن فاحشة مش أثرها بيعود أو شيوعها بيعود على المرتكب فقط، لا، إنه ده أمر إذا ساد في المجتمعات يفسدها، وأمر لا ترضاه النفوس بفطرتها. وكيف أن الناس جميعاً لا يرضونه لأنفسهم ولا لأهليهم ولا لأحبائهم، كذلك كما أنه لا يرضاه الإنسان لذويه، فمن العقل ألا يرضاه لنفسه ولا لغيره. ففهم الفتى واقتنع بسوء وفاحشة وإثم الزنا. كل البيان ده من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأسلوب النبي في الكلام مع هذا الفتى، وأنه يقول له أدنه، وأنه يهدي الصحابة أنهم ما ينفعلوش عليه، وهم طبعا زجروه لأنه سؤاله فيه جرأة، لكن النبي ما حقرش من شأن هذا الشاب، بالعكس سمعه ده منهج تربوي غاية فيه الدقة والخطورة والفوائد. نسمع ولادنا، شوف النبي عليه الصلاة والسلام الشاب اللي بيستأذنه في الزنا، ورد فعل النبي كان إيه، ورد الفعل المشهور اللي كان من الصحابة والقوم اللي كانوا جلوس في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الشاب جاي يستأذن النبي في أمر مثل هذا، وإزاي النبي كان نفسه طويل وقربه وقال له أدنه، فيها كده تودد وتلطف: تعالى تعالى أنا عايز أسمعك، وقعده جنبه واستمع إليه، وبدأ يناقشه، وبدأ عن طريق الحوار بينه وبينه أنه يوصله ياخد بإيديه إلى بشاعة هذا الأمر. وختم المودة دي في الحوار بالدعاء، لأنه الإنسان على طول محتاج الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، سواء أنا بدعي لأولادي، تلامذتي، لنفسي. ويبدأ الإنسان زي ما قلنا دايما بالدعاء لنفسه أولا، لأن ده من سنن الدعاء عموما في أي دعاء يدعو به الإنسان. إذا تأملت إلى هذا المنهج العلمي التربوي النبوي الكريم اللي بياخد النفوس كده بطريقة الإقناع والتحليل واحترام الشخص
مهما بدر منه، مهما كان من سؤال أو مهما كان من فعل أو مهما كان من عمل، عشان يسمعني وأدير الحوار ده معاه. كل ده مكن للسنة، كل ده ساهم في أنه تتمكن السنة من النفوس وفي الصدور، هذا طبعا مع حفظها في الصدور عند الكتبة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا أون، مرحبا بالجميع. نذكر حضراتكم بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة. بنتلقى الأسئلة الخاصة بحضراتكم على صفحتنا، بنجاوب عنها في اليوم المخصص للرد على الأسئلة، وهو يوم الأربعاء من كل أسبوع. بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم. بناخد أسئلة حضراتكم على الهواء قدر الطاقة، بنحاول نجاوب عنها في ذات الحلقة يوم الأربعاء المخصص لرد على أسئلة حضراتكم اللي بنجاوب باستفاضة شوية فيها، مع كمان أن احنا بناخد أو بنعرض فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة. السلام عليكم يا أستاذ هاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ هاني. تحياتي وتقديري لعلم حضرتك دكتورة. أكرمكم الله وحياكم الله. الله يشكرك. سؤالي بخصوص يعني منكري السنة وأدعياء التنوير بيستشهدوا استشهاد خاطئ بالآية رقم 17 في سورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الناس دي بتستشهد بالآية دي استشهاد خاطئ عشان تخلل أو تسخر من دور العلماء الراسخين في علم التفسير بالنسبة للآية دي، عشان يبتدوا يفسروا هم القرآن على هواهم ويدسوا سمومهم في هذا الموضوع. فأرجو من حضرتك الرد على هذه الفرية وتوضيح الجزئية دي. حاضر يا فندم. في جزئية تانية يا أستاذ هاني. أشكر حضرتك، أشكر حضرتك، شكرا جزيلا. أستاذ عز. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله في حضرتك يا دكتور. أمين أجمعين. دكتور مش هعطل حضرتك. أنا ابني خطب بنت جواز صالونات. البنت مجرد ما تعرفنا عليها من أول لقاء جات لنا فيه بعد ما لبسوا الدبل، لأن الأب الصنب يبقى فيه دبل، فوجئت ان البنت بتقرب عليه وبتبوسه وابتدت تمسك تعمل حركات كده مش تمام اصلا، والولد مندفع معاها بشكل غير طبيعي. يعني كل الحاجات اللي احنا تربينا عليها، حياء البنت وادبها واخلاقها، ما بقاش موجود. وهو طبعا باعتبار ان هو ما كانش يعني ما عندوش علاقات وما يعرفش حد وكده، فابني عارف حضرتك منجرف، انا لا بيسمعني. انا وجهته، اخواته اصلا يعني رافضين الموضوع لما لقوه بالشكل ده. هم ناس محترمه، اهلها محترمين، لكن هي زي ما تقولي حضرتك اللايف ستايل بتاعها كده، بس انا مش قادره اتقبل. مستغربه شويه يعني على الشكل الغربي يعني. مش قادره استوعبه، ما تربيناش على كده وما تعودناش. هل هم بيتهم كده يعني ولا عشان البنت؟ لا، هي البنت هي تقريبا هم ده وضعهم، مع انهم اصلا يعني عايزه اقول لحضرتك هم صعايده، بس انا مستغربه من ردهم وقدام اهلها، ويجي من عندها 2 و3 الصبح عادي جدا. يعني انا هل معقوله احنا وصلنا للمرحله دي؟ هل فعلا البنت دلوقتي لما تكون مثلا اعجبت بشاب ليس كل البيوت اكيد، وهذا انا بقول يا رب يا رب، انا كنت بدعي يا رب، انا عندي ولدين لسه ما جوزوش وده كان منهم، فانا استغربت قلت معقوله البنات كده، وبعدين لجأت للصالونات ان احنا ما عندناش ناس ومعارف وكده. فانا بس بقول لحضرتك، اسال حضرتك يعني هل انا اتغاضى عن ده؟ هو بيقول لي هي البنت مش شمال. قلت له انا ما يهمنيش شمال، انا يهمني التربيه والدين اللي تربينا عليه. يا ابني ده احنا يعني قولي له انت عايزه ان هي تربي ولادك بنفس الاسلوب. لا، بيقول لي مش هديها الفرصه دي.
بس مش هي مزاجك ده، هي الام الرعيه، هو عايز بس ناخد وندي معاه شويه. وعايز هو اقول كم سنه؟ هو كم سنه؟ 33 سنه. وعايز اقول لحضرتك بتشرب شيشه يعني. انا يعني حاجه انا مش قادره استوعب. بس انا الفكره هل انا اقف وقفه جاده؟ ما هو الخوف بس احنا عايزين الامور تبقى بالراحه، عشان احنا ممكن لو وقفنا وقفه فيها شويه حده وعنف هو يستبد برايه. اعمل ايه؟ فاحنا عايزين بس ايه. حاضر، ربنا ان شاء الله. واللبس طبعا خارج وكل حاجه، يعني عايزه اقول لحضرتك ما كنتوش شفتوها قبل ما شفناها، بس انا قلت استريح لها يمكن الامور تبقى كويسه، لكن ما نعرفهمش اصلا. لما لبسوا الاب صمم من اللي يلبسوا الدبل، لما لبسوا الدبل اتصرفت بطبيعتها. عايزه اقول لحضرتك لدرجه يعني مثلا سافروا في عيد ميلاده وراحوا نزلت البحر معاه لسه اصلا دبلتين، مفيش اي حاجه. كل حاجه اصلا تخلي حضرتك ما يبقاش عندك استعداد انك تكملي. وابني غرقان في الموضوع يعني. شيء مش طبيعي، ولا بعد يسمع لي ولا بيكلمني. ان شاء الله ربنا يصلح الاحوال، ربنا يصلح. شكرا الأحوال. جزيلا. لا اسفل ازعاجك. لا ابدا، ما ازعجتنيش، اسعدتيني. اهلا وسهلا معانا ام يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا ست ام يوسف. انا بكلم حضرتك والله مش مصدقه، انا بحبك موت قوي قوي والله. احبك الله الذي احببتني فيه. شكرا. اول حاجه انا عايزه حضرتك تدعي الام وابي. يا ماما ميته في الاسبوع دوت من السنه اللي فاتت، يعني ذكرى وفاتها السنه. فانا متضايقه ومش ليا اخوات ومش عارفه اكلم مين بصراحه، فقلت اكلم حضرتك يا حبيبتي تجيبي على خاطري شويه. حاضر يا حبيبتي، ربنا يقويكي ويصبرك. عايزك تبني لعيالي وجوزي. وثالث حاجه اخت جوزي دلوقتي رحت لها في العيد فقالت لا دي مش تخش عليا. انا دلوقتي من ساعتها وانا متضايقه. طب بس هدي نفسك، هي ليه قالت كده؟ يعني حصل خلاف قبل كده؟ هو في خلاف قبل كده. طب ما انت رحت لها اهو. طيب يعني انت جنحتي الى السلم كده وروحتي الطيبه. لا وبيع على نفسي وانا رايحه لها، خلي بالك يعني انا مش كنت عايزه اروح. لكن ما عملتيش وانت رايحه اي تصرف يعني يزود المشكله؟ لا ده المشكلة. من على الباب احنا جوزي اتصل قال لها احنا جايين. فمن على الباب راحت نازله دي مش تخش، دي ما تخشش. يا لطيف. فجوزي طلع وعيد على عيالها وراح نازل على طول، مش راضي يخليني امشي. قلت له خلاص انا همشي اروح. قال لي لا ما تمشيش، انا هطلع وهنزل على طول. فهي كانت عايزاه يقعد. وانا أكيد هو مش هيقعد بالشكل ده، طردت مراته هيقعد إزاي؟ ماشي يا ست أم يوسف، بس هوني على نفسك. هذه الدار الدنيا دي دار أقدار، مش يعني ربنا يصبرنا جميعا. هو أنا بنت وحيدة أصلا مش ليا أخوات. ربنا يأنسك، ربنا يأنسك. فبحبك قوي والله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. شكرا يا ست أم يوسف. عايزة من حضرتك بس قولي لي أنت اليوم بتاعك مشاغلك، أنت بتشتغلي قاعدة في البيت بتعملي إيه؟ هو أنا محامية بس جوزي مش راضي يخلينا نشتغل. لكن انت يومك بتشتغلي يعني ما بتشتغليش، قاعده في البيت؟ في اطفال صغيرين معاكي ولا كبار ولا؟ صغيرين معايا. يعني محتاجين رعايتك يعني. طيب تمام يا ست ام يوسف. في حاجه ثانيه دلوقتي وليل. في بيت مامتي قالت لي مش تاجريه. ليه؟ يعني اللي هو بيت باسم انا. فانا عايزه اجره واعمل لها حاجه هي وبابا، اروح اعمل لهم عمره، اروح اعمل لهم حجه. هما كانوا يعني هي قالت لك قبل الوفاه انك ما تاجريش البيت والبيت باسمك. وانت عايزه تاجريه بغض النظر الغرض ايه، انت عايزه تاجريه بغرض نفسي اعمل لهم حاجه زي اللي انا بشوفها، سقف الماء، ازرع لهم حاجه، اروح اعمل عنهم عمره، حاجه تبقى من فلوسهم. سواء احنا هنجاوب سواء كان لذلك او لغيره. حاضر يا ست ام يوسف، هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم بتيسير الله تعالى واذنه.
مرحبا بحضراتكم. الأستاذ هاني بيقول إن بيسأل إنه منكري السنة بيستشهدوا بآية سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فبيقول إنها هم عايزين يستشهدوا بها من باب تقليل دور المفسرين للقرآن الكريم، وطبعا المفسرين المتخصصين يعني عشان هم يفسروا القرآن على مزاجهم. آية سورة القمر هو بيرد منها أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن العظيم ميسرا لمن يسره الله لذلك، اللي عايز يطرق أنه يتعلم كيف يتلى القرآن فيجالس أهل التخصص في هذا الفن ليتلقى أنوار القرآن ويتعلم القرآن الكريم منه ويبدأ الطريق ده إن شاء الله بتيسير الله هيسره له. من أراد أن يتعلم معاني القرآن الكريم وتخصص على أهلي، تتلمذ على يد أهل الاختصاص، هيفهم القرآن الكريم. وفي فهم معاني عامة اللي هي الناس بتحب تفهم بصورة عامة عشان تفهم معاني القرآن بصفة عامة، وهناك فهم تخصصي ده بيبقى لأرباب التخصص، ولا يعني الاستشهاد أو الاعتماد على هذه الآية بحال من الأحوال اللي هو الاعتماد التام على القرآن دون السنة النبوية اللي هي بتعد كالشرح والبيان والتفصيل للقرآن الكريم، وفصلنا ده مع حضراتكم في حلقات سابقة وما زلنا نفصل هذه المسألة ردا على هؤلاء. والله تعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن أنت لما تيجي تقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، الآية تستشهد بهذه الآية وتقول إنه أي واحد يعني يقعد يفسر القرآن حطها جنب فلولا نفر من كل فرقة طائفة، يبقى احنا في ناس هتتخصص ليتفقهوا في الدين، يبقى في طائفة العلماء، وإلا بقى كل واحد قرأ له كتابين في الطب يبقى طبيب، وكل واحد قرأ له كتابين في الهندسة بقى مهندس. ما هي كل العلوم بتتشابه إنه لابد أن يكون هناك تخصص. ده لعب وهراء. وحنفسر أكتر يا أستاذ هاني، تابعنا في هذه الحلقات فما زلنا في الرد على هؤلاء من خلال تفسير سورة الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والفتح. الأستاذة عزة ابنها خطب بنت وبعد كده خطوبة صالونات، وبعد كده الأب صمم إن هم يلبسوا دبل، وبعد كده وجدت الأم إن البنت متجاوزة كل الحدود الشرعية والعرفية في التعامل مع هذا الخاطب، فمش عارفة تقرب منه بزيادة، تقبله وتنزل معاه البحر. هنذكر بقلب العلم بتاعنا وهو ذاته العرف اللي احنا تربينا عليه، العرف الصالح، ومن قبل ذلك الشرع. هما في الشرع أجنبيان عن بعض، يعني ما ينفعش التجاوزات دي، وأنا عايزة ابني أتكلم معاه فلازم أتكلم معاه بهدوء وبحكم، لأنه بقت فيه في المجتمع دوائر من المجتمعات عايشة حياة غربية لا تمت للثقافة الشرقية ولا من قبلها الإسلامية بشيء، لكنها موجودة، مش بكثرة لكن موجودة. هذا الوجود لا يملي علينا أنه ده يبقى الطبيعي، لا، لابد أن نذكر، واللي مش عاجبه هذا الكلام براحته، وكل ناس يحاسبه الله. هما أجنبيان عن بعض لغاية لما يتم العقد، يعني ما ينفعش إنها لا تبوسه ولا تحضنه ولا معرفش تنزل معاه فين وتلبس إزاي قدامه وتتعامل كأنه زوج وهو ليس بزوج. وده الكلام ده شرعا وعرفا، ودي مؤشرات إحنا شايفينها. قد يكون البنت اتربت بطريقة غربية شوية، قد يكون من الاندفاع الطبيعي اللي يكون ما بينهما عدم الخبرة وعدم نصيحة الأب والأم ليها. فأنا عايزة النصيحة لابني بالرفق والحكمة بعيد عن العنف، وإن أنا واخدة موقف عشان هو ما يعاندش معايا، كل موقف يتم أنا أجيبه يا ابني الشرع بيقول كذا، أنا أخشى إنه دي ما تربتش بالصورة اللي أنا كنت أتمنى. هي البنت في حد ذاتها
ليس فيها شيء، ليس عليها شيء، لكن الطريقة دي بتديني مؤشرات إن في تربية بطريقة لا تتناسب معنا ومش هتتناسب معك بعد كده. زي ما هي مقبلة عليك بالصورة دي مع أي شخص بره هتكون بتتعامل بالانفتاح الشديد ده، أنت هتقبله على نفسك؟ وليه تحط نفسك في المستقبل في صراعات ممكن تقول لها بلاش فتقول لك لا أنا واخدة على كده، ده أخويا، الكلام الإيه العادي اللي بيتقال. طيب انت هترد تعمل ايه النهارده؟ انت لسه بره، لما هتتجوز يبقى في اولاد هتبقى المشكلات اكثر عمقا وصعوبه الانفكاك، هتبقى المساله في خطر اكبر. كل موقف كده انا اجيبه واتكلم معاه، انت حر في قرارك، احنا بنعينك، ده 33 سنه احنا بنعينك، احنا بنفكر مع بعض بصوت عالي، واستخير رب العالمين وانا كمان بستخير. وتعملي حضرتك الاستخارة، تدعي ربنا سبحانه وتعالى قدر طاقتك بكل ما أوتيتي من قوة، تنتخبي كل أوقات الدعاء أن ربنا يهيأ له من أمره رشدا، فربما ربنا يهديها وتبقى لينة بعد كده وتستجيب ربما. لكن أكيد أنا بقلب الأم هيجي لي نوع من القلق، هذا الانفتاح الزائد غير ملائم لثقافاتنا، لا الإسلامية ولا الشرقية. وربنا سبحانه وتعالى يختار لحضراتكم الخير وسلي الله من فضله. ست أم يوسف، حاضر، ربنا يغفر لوالديك ويرحمهم ويجزيك خير على تذكرك، واعرفي أن البر بالأبوين دائم حتى بعد الوفاة. أعمل الخير وأوهبه، قراءة القرآن وأوهب ثوابها، الصدقة، اللهم هب مثل ثواب كذا إلى روح أبي وأمي أو لمن أشاء، عملت أي شيء، كل أعمال البر ينتفع بها المتوفى، وتظل حلقة وصلات البر بالأبوين أو بمن نريد أن نصله من ممن انتقلوا إلى العالم الآخر بصنيع الخير ووهب الثواب. وشكر الله لك جميل تذكرك لجميل والديك. وبالنسبة، وحاضر، نتذكر الدعاء لزوجك وأولادك الكرام. أنت حضرتك بتقولي أنك روحتي زرتي أخت الزوج قبل ما تدخلي البيت، يعني طردت حضرتك وقالت دي ما تدخلش عليا. بالنسبة لهذا السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أنا واحد جالي حتى لو أنا زعلانة منها ما ينفعش أن أنا أطردها، ليس هذا على الطريقة الإيمانية التي يحمد صاحبها إنه بيقوم بها. من كان يؤمن حقا بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن إكرام الضيف إن إحنا نرد الناس حتى لو الناس دول أساءوا إلينا. فأنا بس أذكرك بهذا الحديث لتقر عينك، أنت حبيتي تقومي بعمل خير فإن شاء الله أنت على خير وأنت مأجورة وأنت ليكي الثواب العظيم الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان بيعامل غيره بأصله وبمدى عمقه في إيمانه. كل ما الإيمان يشتد أنا ما بشوفش الناس، أرى الله فيه فبخاف، أحسن إلى من أساء إلي، وأصل من قطعني، وأعطي من حرمني. ولا مانع من إن الإنسان مش يعتزل، نيته مش اعتزال الناس، اعتزال إذاية هؤلاء، أن يعتزل الإنسان ما يؤذيه من دون مشاكل مع أحد. يا ست أم يوسف، سؤالك الأخير، إن الوالدة الله يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عن سيئاتها قالت لحضرتك البيت اللي هو باسمك ما تأجريهوش. دي معروف إن دي بنسميها وصية أو نصيحة شفوية مش واجبة، يعني مش وصية واجبة ونصيحة برضو ليست واجبة، سميتيها وصية سميتيها نصيحة، الاتنين وصفهم سواء كانت نصيحة أو وصية ليست بوصية واجبة ولا نصيحة واجبة. لكن هي هتخضع النصيحة دي للمصالح والمفاسد. يعني إن أنا أسأل بقى أهل الخبرة، الناس اللي بتأجر، عشان ما يحصل لكيش مشاكل مع المؤجرين اللي هيجوا، فأسأل حد أهل خبرة ويعني في هذا الأمر. كويس أن أنا أجر البيت ولا ما أجرش البيت؟ هل هتعود فائدة عليا ولا هل ممكن في خطر على كذا أو كذا؟ فأنا أستعلم والدنيا أمان وناس هتعني في هذا الأمر، فحضرتك تقدري تأجري سواء للانتفاع، أنت تنتفعي بالإجارة دي أو أنك تتصدقي بيها كما تشائين صاحبة السؤال.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين، وصل وسلم عليه في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك، وإبراهيم خليلك، وموسى كليمك، وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك يا الله، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشف. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشف. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.